ولذلك كثير من الناس يجي إلى الإمام الصادق، يجي إلى الإمام الرضا، يجي إلى أمير المؤمنين، يقول له سيدي عندي سؤال، عندي سؤال. الإمام يقول له تريد قبل ما تسألني تريد تحب أقول لك شو تريد تسألني؟ قبل ما هو يسأل يفتح لسانه الإمام يخبر عما في قلبه. هاي شغل من هذا؟ حتى جبرائيل ما يقدر يخبر هذا الخبر. جبرائيل وميكائيل وإسرافيل كل شيء يدري، ولكنه ما في النفوس ما يدري، ما في النفوس ما يدري. الله تعالى عليم بذات الصدور. الإمام أيضا في هذه الروايات عليم بذات الصدور.